بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل مع فروع المد الطبيعي، ونحن في دورتنا المتوسطة مع الجزء الثالث من هذا التسجيل لهذا اليوم. وإحنا بدأنا مع فروع المد الطبيعي، وتحدثنا الفرع الأول هو المد الطبيعي الكلمي، وتحدثنا عن أنواعه. الحالة الأولى أن يكون ثابتا وصلا وقفا ومرسوم أو محذوف ولكنه ثابت بالوصل والوقف. الحالة الثانية أن يكون ثابتاً فقط في الوقف دون الوصل، إما لأنه في الوصل يلفظ الحرف الآخر، أو لأنه كان يمد كثيراً ثم نرجع إلى أصله. فمثال هذا كان في الوصل تنويناً، فسألفظه نون ساكنة، وله أحكام النون الساكنة إن كانت ضوء إخفاء إظهار إضغام إقلاب، ولكن عند الوقف سأعيدها إلى أن تلفظ ألفاً فسمى مد العوض. هاي خاصة بتنوين الألف فقط، تنوين الفتحة المرسوم فوق ألف، أو حتى بدون ألف تنوين الفتحة، المهم ما يكون مرسوم. نبهنا إلى أنه المهم ما يكون مرسوم فوق تاء تأنيث، لأن تاء التأنيث عند هنا عند الوقف عليها تلفظ هاء، بتعود لأصلها هاء التأنيث، إذا أصلها هاء التأنيث فبالتالي لا أثر التنوين يختفي، لأن التنوين كان للتاء وصلا وليس للهاء نفسها. طيب، فكان التنوين كان التنوين للهاء عفوا كان التنوين للتاء وصلا، فبالتالي عندما وقفنا بهاء الهاء ما إلها حركات، الهاء ساكنة، التأنيث عند الوقف عليها تكون ساكنة. طيب، المثال اللي بعده كان الألفات السبعة عند الوصل بالرواية لا تلفظ، لكن عند الوقف سأعيدها، ما عدا كلمة سلاسل قلنا إلها وجهين. طيب، اللي بعدها المدود، المدود التي تحذف حال الوصل لالتقاء ساكنين بسبب المد كان موجود ومرسوم وما شاء الله عليه كل شيء تمام، لكن جاء وراءه ساكن، فساكن مع ساكن حضطر احذف هذا بالوصل، عند الوقف يعود الى اصله، تعود الحرف المد الى اصله. لاحظوا انه شروط المد متحققه فيه، ما زال مرسوم معرم الحركه معناته ساكن، وما قبله مجانس له. في الارض الحرف معرة وما قبله مكسور، فبالتالي عند الوقف يعود إلى المد. كان الواو، هاي حالة الواو عند الوقف، اتقوا الله حطر بالوصل ألغي هو لأنه في ساكن بعده، ولكن عند الوقف يعود إلى أصله يكون مد. هذا مثال على قلنا مد كان ممدود زيادة، ولكن عند الوقف يعود إلى مده الطبيعي. كان ممدود زيادة بسبب عنا برواية حفص من طريق الشاطبية أن هذا المد المنفصل مد أربع خمس حركات عندما تأتي الهمزة، حنحكي عنه كمان شوي. بس هلأ بما أني بدي أوقف على هاي الكلمة بعودها إلى أصلها، ترجع إلى المد الأصلي، يعني بتشيل الزيادة ونرجع المد الأصلي، بينما الباقي الحالات كانت محذوف المد في الوصل. الواو والياء إذا كانت متطرفتين حكينا، حتى لو كانوا متحركات، إذا كانوا متحركات لكن عند الوقف صارت هي ساكنة، قبل الحركة ما قبلها مجانس لها فنقف عليها، وهي وهو ويعفو، يعفو مثلا، يعفو تبتغي تبتغي، هكذا أقف عليها. ليش؟ كانت متحركة بالوصل، وعند الوصل سألفظها حرفا متحركا وليس مديا، لكن عند الوقف عليها سكن، وتصادف أنه مع سكونه كانت قبله الحركة مجانسة، فهاي يتحول إلى حرف مد. طيب، هذا يتحول إلى حرف مد. طيب، الألف في الاسم المقصور، إحنا وقفنا عند هذه النقطة، الألف في الاسم المقصور المنون تنوين فتح. هذه الألفات غريبة شوي، كيف يعني؟ أول شيء هذه ألف، طيب؟ هذه ألف مقصورة، يعني في داخلها ألف خنجرية. قد تجد بعض المواضع في القرآن موجود الألف الخنجرية، وبعض المواضع الألف الخنجرية مش موجودة داخل الكلمة، لكن هاي منونة. وفي مصحفنا إحنا في مصحف حفص، إذا شفتي هذه الكلمة مصحف حفص هتلاقي التنوين مش موجود فوق الألف، هتلاقي التنوين مرسوم فوق الدم. أنا أورجيكم كيف مرسومة، هنا في الكتاب حطينا إياها هيك، لكن في القرآن لما فتحت عليها بتكون هنا التنوين، هذا التنوين الفتح موجود هون، هدى فتن وطون، التنوين موجود فوق الحرف القبل الأخير. طيب، هيك مرسومة في المصحف. طيب الآن بس حبيت أنبهكم عليها، لأنه هذه الميزة ميزتها اللي هي إنه موجود عندنا هذا الرسم موجود في هذا المكان. طيب الآن ماذا أفعل مع هذه؟ عند الوصل سألفظ التنوين، سألفظ التنوين فتح، لكن هذا تنوين فتح موجود في عندي حرف ألف حذفت. ليش؟
التنوين هذا جاء للدلالة على جملة محذوفة. طيب هذه نون ساكنة، هذه التنوين ما دام موجود في هذا له سبب إعرابي، في له سبب إعرابي ليش هذا التنوين موجود، لكن تصادف أنه هذا التنوين موجود، طيب في له السبب الإعرابي موجود فبالتالي لازم أضيف التنوين، لكن في ألف مادية موجودة قبلها، هاي ألف مقصورة سميت مقصورة، هي اسم المقصور اللي هو الألف المقصورة إحنا بنسميها، هاي ما اصطلح باللغة العربية، بس هي بالآخر هي ألف، في ألف هون، في هذه ألف، هدى، فتى، هو، انتبهوا إذن أصل هذه أنها ألف على صورة الياء فيها، ففي بعض حتجدي إنه مرات في بعض المواضع بتكون هاي الألف الخنجرية موجودة، في بعض المواضع لا مش موجودة الألف الخنجرية، هنا هدول الثلاث مواضع مش موجودة فيها الألف الخنجرية، ليش؟ لأنه لن ألفظ هذه الألف، ليش ما لفظتها؟ خلينا أفهمكم ليش ما لفظتها. هلا في سبب إعرابي قلنا بدنا نضيف التنوين، التنوين ماذا يلفظ؟ يلفظ نون ساكنة. طب حرف المد موجود وهو أصله ساكن، فشو صار في الكلمة الواحدة، هاي حالة في الكلمة الواحدة التقط حرف مد ساكن مع نون ساكنة، لفظ التنوين شو حيصير؟ نون ساكنة، فساكن مع ساكن يحذف حرف المد، يحذف حرف المد، فأقول هدى، هدى هيك لما أوصل الآية بقول هدى وبكمل، فتن طوا وبكمل الآية مع الوصلي، حألفظ التنوين، الوصل بنفض. طيب السؤال، إذا بدي أوقف هل ألفظ تنوين الفتح؟ الجواب لا، سألغي لفظ تنوين الفتح. طيب شو بصير؟ هل أسمي هذا صار لأني لغيت الفتحة وعوضتها بألف، لفظ ألف، أسميه مد عوض، ولا أسميه مد طبيعي رجعت الألف الأصلية رجعت؟ هنا خلاف بين العلماء، يعني شو أسميها؟ هو بالتطبيق واحد، التطبيق واحد، هاي حوقف عليها هدى، فتى، طوى، بس شو أسميها؟ أسميها مد طبيعي ولا أسميها مد عوض؟ ماذا اختلف العلماء؟ في ناس قالوا إذا وقف عليه في المذهب الأصلي أنها الأصلية رجعت التي حذفت لالتقاء السكنين، فما زال التقاء السكنين أثبتت، لما زال التقاء السكنين التنوين لما أقف عليه لن أقف بتنوين، معروف التنوين يزول بالوقف، فزوال التنوين بالوقف رجعنا إلى أنه لفظنا الألف الأصلية، فشو صارت؟ فصارت المد مد من باب المد الطبيعي، خلصنا، يعني التبب التنوين بما أنه راح إحنا وقفنا على الألف الأصلية وسميناه مد طبيعي. في ناس سؤالوا لا، إنه الألف المبدل عن التنوين، مش إحنا تنوين الفتح نبدله ألف يعني ما لم يكن على هاء تأنيث، فإنه أبدلنا الألف وظلت هذيك محذوفة، فمنسميه في هاي الحالة بسميه مد العوض. طيب لأن الألف مبدل من تنوين في جميع الأحوال، أي في الرفع والنصب والجر للإسم المقصور المنون، فبالتالي قال لك هذا من باب العوض. المذهب الثالث أن الألف مبدل من تنوين حال النصب فقط، أما حال الرفع والجر فهي لام الكلمة، قال لك أحدد إنه بما أنه هاي منصوبة فإحنا رجعنا وصارت الألف مبدلة من التنوين حال النصب. فالفكرة إنه ناس بقول لك أسميها ما الطبيعي، ببساطة هاي كل الخلاف إلا لما أحكي هدى، أما بالتطبيق كلها واحد، في كل التطبيق لك واحد، هدى، فتى، طوى، رجعنا، بس شو أسميه؟ أسميه مد طبيعي لأني رجعت هاي، ولا أسميه مد عوض لأنه التنوين عادة يبدأ، عادة التنوين الفتح يبدل بألف صار اسمه مد عوض، هذا هو الخلاف التسمية، لكن عند التطبيق التطبيق واحد، وعند الوصل التطبيق واحد، عند الوصل ستحذف هذه لأنه هاي تلفظ ساكنة. ليش هاي موجودة؟ من وين أجت هاي أنها تلفظ ساكنة؟ في إلها سبب إعرابي، ليش أجت التنوين على هذه الكلمة؟ في إلها سبب إعرابي، ليش هذا التنوين دخل على هذه الكلمة؟ فبالتالي عند الوقف عليها سأعود إلى لفظها ألف المادية طبيعي، هو ما زال من قبيل المد الطبيعي، لكن لاحظي كله يعد من قبيل المد الطبيعي. شو معنى قبيل المد الطبيعي؟ بالتطبيق ما زلنا بنحكي هاي كل الحالات اللي حكينا عنها، الحالات اللي بنحكي عنها وصلا ووقفا كلها مش مد مش اصلي في الكلمه، كله ليس هو الحاله الاولى اللي حكينا عنها، الحاله الاولى انه ثابت بالوقف والوصل، هاي هي المد الكلمه الحقيقي، اما هذه الحالات كلها متحوله عن شيء صار في الكلمه. طيب فاذا هو من قبيل المد الطبيعي، يعني بمعنى اخر عند التطبيق فاني امده طبيعي. طيب الحاله الثالثه، الحالة الثالثة
أن يكون حرف الميم ثابتاً في الوصل دون الوقف. هالعكس، صرنا الآن في الوصل دون الوقف. مين هدول الحالات؟ عندنا ما فيش غير حالتين. مد الصلة كان عند الوصل سألفظه مداً. شو مد الصلة؟ حنتعرف عليه إن شاء الله تعالى لما نتحدث عن أسباب المدود، ما هنتحدث واحدة منها هيجي عن معنى مد الصلة، لسه هيجي معنا. بس الفكرة إنه في سبب ليش بمد هذا الهاي، بنسميها هاء الكناية. هاي هاء الكناية جاءت بين متحركين، هاي الحالة اللي بتصير، فبالتالي الهاء حرف ضعيف وإذا ما مديته ما بسمعه. فالأصل عندنا في روايتنا أن هذه الأصل إنها تمد. طيب هذا مد الصلة لما أجي أوقف هل بتضل المد موجود؟ الجواب لا. هل هذا حرف أصلي في الكلمة لازم أحافظ عليه إذا وقفت عليه؟ الجواب لا، هذا مش حرف أصلي، هاي علامة ضبط. هاي الياء المعكوفة علامة ضبط، هاي الواو الواو الصغيرة هاي علامة ضبط. هذه ليست حرف معلق، مش زي يحيي. بعض الكلمات مثل يحيي بتلاقي في ياء صغير مرسومة بعد ياء كبيرة، لا، هاي مرسومة بعد هاء الكناية، هاي الواو مرسومة بعد هاء الكناية. هدول التنتين دول علامات ضبط يدل على حكم إذا وصلت، لكن إذا ما وصلت شو بدي أعمل؟ بدي ألفظ الحرف على أصله، بيعود الوقف على هاء ساكنة لا مد فيها. طيب، لا يكون هناك مد فيها. طيب، المد العارض للسكون هذا من حالات اللي بنمده زيادة، في سبب للمد الزيادة، إذا وصلته رجع لمد طبيعي. هنتحرف عن المد العارض، هنتحدث عنه هلأ لما نتحدث عن المد العارض للسكون وأسبابه، حيجي معنا لاحقا. فكرة هذا المد إيش؟ إنه هذا يمد كثير، 4 أو 6 والوجه 2، لكن إذا وصلته بطلت أوقف على ساكن، بطل يعرض لي السكون، بطل السبب الموجود للمد الطويل هذا موجود، فإنه يعود إلى أصله أن يكون مدا طبيعي. حنتحدث عنه لما نتحدث عن المد. بس هدول الفكرة إنه هدول المدود كانوا موجودين عند الوقف، لا يوجد فيهم مد. هذا لا يوجد فيه مد لأن نقف على هاء ساكنة، هو ثابت بس بالوصل لأنه بمد حركتين. هنا المد العارض للسكون في إنه حال الوصل يكون مدا طبيعيا، راح السكون فإنه مد. هذا حال الوصل وهذا حال الوصل ليكون مد طبيعي. لكن حال الوقف لاحظي هنا مش هنا حذف المد، بينما هنا ماذا؟ له وجوه أخرى. طيب، من المد الطبيعي الكلمي أيضا ما يسمى مد تمكين. هاي بدك تقدر تضيفي كمان حالة مد تمكين. شو هو حال أن تكون واو مدية مع واو متحركة؟ متشابهات الواو واو واو، واحدة منهم مدية واحدة متحركة بغض النظر عن ترتيبهم، واحدة هون ولا واحدة هون بغض النظر عن ترتيبهم، هاي أجت أول ولا هاي أجت أول. الفكرة إنه ما تما يكون عندنا واو مدية مع واو متحركة لا يدغموا، لأنه هاي مخرج وهاي مخرج، هاي الجوف وهاي مخرجها من الشفتين، فبالتالي لا أدغمهم. شو معنى ما أدغمهم؟ يعني بدي أحافظ على حرف المد منفصل عن لفظ الحركة الحرف اللي بعده. محافظة على هذا المد اسمه مد التمكين، يعني أنا مكنت المد. هو مد طبيعي، هو بالآخر مد طبيعي، لكن لماذا سمي مد تمكين؟ لوجود حرف مشابه له بالصورة جنبه، فأنا أمكن هذا المد، فله اسم خاص، فهو ما زال من المد الطبيعي لكن له اسم خاص لوجود هذه الخصوصية أن الواو مع واو متحركة، الياء المدية مع ياء متحركة وهكذا. خلينا نشوف مثل ياء مدية مشددة أو مكسورة نحو حييتم، أجت شدة قبلها، ما الياء المشددة برضو ما هيش مخرج الياء المدية، ومع ذلك لما أجت هون هون لا تنسي إنك تمديها، بدك تمكن المد، بدك تضلوا حركتين لا تنسي، وإلا صار شو عندنا إدغام، وهذا ليس من دواعي الإدغام، فإذا مخرجهم منفصل، هذه غير مخرج هاي، هذا الياء مدية، فإني سأمكن المد فيها، فيجب تمكين المد وتبيينه، هو هذا السبب عشان ما يروحوا يندغموا مع بعض، ما يصير في إدغام فيهم. فهاي مثالها، لاحظوا إنه الحرف المتحرك وين أجا؟ أجا قبل الياء المدية. احنا حكينا ممكن يجي قبل ويمكن يجي بعد، خلينا نشوف كمان. مثل واو مديه قبل واو متحركه، هاي العكس صار، المد قبل المتحرك، هنا المتحرك قبل المد، هنا المد ثم المتحرك. امنوا وعملوا، فبحافظ على المد هذا كاملا قبل ان ابدا بالواو المتحركه. مثل الياء في متحركه بعد مد، برضه هاي اجى المد اول، لاحظوا، فاذا مفيش في الموضوع ترتيب،
أجت هيك ولا أجت هيك، المد قبل الحركة ولا الحركة قبل المد، بالحالتين بدي أمد التمكين حتى لا أروح أضغمهم، لأنهم ليس حرفين متشابهين متماثلين، ليس حرفين بس بالاسم مندرجين مع بعض. في يومين، فهاي بدي لما ألفظها سألفظها بمدها الطبيعي كامل قبل أن ألفظ الياء المفتوحة. بس هنا شو صار اسمها المد الطبيعي هذا؟ صار اسمه مد تمكين، فصار له خصوصية بالاسم يعني. فيجب عندئذ تمكين المد في الواو والياء ساكنتين بمقدار حركتين حذرا من الإدغام أو الإسقاط. برضو بدناش نسقطها، نسقطها يعني بمعنى آخر نلغيها، ما بدنا نلغيها، بدنا نحافظ عليها مقدارها حركتين. أن تقع الواو مدية بعد واو مضمومة مثل هيلونة، هاي صار المتحرك أول والمد الثاني، هاي مثال عليها. شايفين هاي واو؟ هاي ليست مثل الواو تاعت اللي حكينا عنها قبل شوي في مد الصلة، هاي حرف أصلي في الكلمة موجود بالرواية، لكن العرب ما كانت بتحب ترسم حرفين متشابهين جنب بعض، فبالرسم العثماني رسموا الواو الأولى والواو الثاني ما رسمها، بس هي موجودة بالرواية موجودة والقراء حافظينها وبسمعوا لنا إياها، فهي هاي واو مادية، فشو راحوا لغوا رسمها، لكن هي موجودة. فعندما أقول فأقول يلوو وو، ببدأ بواو مادية ثم ببدأ بواو مضمومة ثم أكمل مادية فأمكن هذا المد. أو أن تقع الياء المادية بعد ياء مكسورة مثل هاي يحيي، هاي مرة تانية هاي ليست علامة ضبط وإنما حرف أصلي لكن لم يرسم، كان محذوفا أضيف لاحقا بعلامات الرسم، هذا المادي، هذا اللي هو المادي، وهذا مكسور ما قبله. تلاحظي انه كيف عرفت انه هاي الماديه مش هاي؟ لان اول شيء هاي الحركه فوقها فهي ليست ماديه، اثنين هاي عاريه من الحركه وما قبلها مضموم، هنا عاريه من الحركه حركه وما قبلها مكسور، فاذا هاي اصليه في الكلام. طيب لكن ما كانت مرسومه بالرسمه الثمانيه، اضيفت لاحقا، فبدي احافظ عليها اني الفظها كامله مدتها حركتين بعد ان الفظ الياء المكسوره الاولى. ما هو مقداره؟ مقدار حركتين وهو مد طبيعي. فإن كان المد في نحو الأميين، هنا برضو أميين، لاحظوا هاي مشددة جاء بعدها ياء مادية، كيف عرفت أن هي مادية؟ عارية من الحركة ما قبلها مكسور، بالتالي بدي أحافظ عليها ألفظها حركتين. لاحظوا هذا حركتين أمتى؟ شرط أني أوصل، إذا وقفت عليها صار فيها إشي تاني، صار في مد سبب لمد أقوى حنحكي عنه لاحقا، اللي هو المد العارض للسكون. بس الفكرة أنه عند الوصلي حتضل حركتين، نبيين عند الوصلي فإنها تكون حركتين. أما إذا وقفت عليها صار إشي جديد اسمه عارض للسكون وبصير 2 4 6 وهذا حنحكي عنه لاحقا. أما حال الوصلي فهو 2. طيب المد في يستحيي أن، هاي برضو مثال آخر على ياء مادية جاي بعد ياء متحركة لكن في بعد همزة، ففي سبب لمد أطول. طيب في المد المتصل صار صار عندنا مد منفصل، هذا المنفصل مقداره 4 أو 5 كلمات، فإذا أنا وصلت الكلام ببعضه يعني ضليتني أصل الكلام ببعضه وما زلت أدرج بالآية يعني معناته بحكي الكلمات ورا بعض داخل الآية ما وقفت هنا، فإن هذا يجب أن أمده بشكل كبير. إذا وقفت عليه رجع يا مادية وقبلها يا متحركة فبالتالي صار اسمها مد تمكين. أما إذا وصلتها صار اسمها مد آخر، راح الاسم لمد آخر وزمنه مد آخر. زي هون في الوقف بس مد طبيعي، في الوصل هو فقط مد تمكين طبيعي مقدار حركتين، لكن إذا وقفت عليه دخل عليه سبب آخر. هنا لا، هنا إذا وصلت دخل عليه سبب آخر، إذا وقفت عليه برجعه طبيعي. طيب حالات من مد التمكين، فإذا مد التمكين في عنا مد تمكين يعني يحدث عند الوقف، هذا مد تمكين بيحدث عند الوقف، هذا مد تمكين بيحدث عند الوصل، ما لوش غير وجه واحد التحريك. وعندنا هنا حالات أخرى من مد التمكين، هاي ثابتة وصلا وقفا ما لهاش دخل بالوقف والوصل، أما هذه لها علاقة بالوقف والوصل لأنها دخل عليها مدود أخرى. طيب هلأ بس لتكملة المد الطبيعي قلنا كلمي، هلأ في الحروف، ما هي الحروف التي فيها مد طبيعي؟ هي حروف موجودة في فواتح السور، وهو ما كان موجوداً في واحد من الحروف الهجائية التي تفتتح بها سور القرآن، وهي حي طهر، هاي كلمة حرف حروف. هذه لما شو اسم هذا الحرف؟ اسمه نسميه اسم هجاء، منقول حاء، حاء. في القرآن لا يوجد همزة، بينما في مراجع اللغة العربية حتلاقيها اسمها حاء، ياء، طاء، هاء، راء، هيك مكتوبة في المراجع اللغة العربية.
لكن في المراجع القرآنية ستجد اسمها حا يا بدون همزة بعدها. في القرآن عندما توجد هذه الحروف في بفاتح السور فهكذا تلفظ بدون همزة. فطيب هاي إذا حرف مد بعد حرف مفتوح، فمعناته بدي ألفظه مد طبيعي. لكن بما أنه موجود في فواتح السور، حروف في فواتح السور، فإن نقول عنه مد طبيعي حرفي. لكن عند التطبيق ما بيضل هذا حرف، هذا مش طه، مش كلمة طه، هاي طا ها حا ميم، 6 حركات له سبب كان لاحقا. بس احنا اللي الحروف اللي بتنطبق معنا هي حي طهر، فالميم ما انطبقت عليها، انطبق على الحاء فقط. شو دليله لما نيجي نلاقيها؟ كل حي طهر اول شيء حافظين احنا المختصر، كمان دليل لا يوجد رسمه المد فوقها، ما في حركه. هاي المموجه شايفينها، هاي المموجه، هاي المموجه تدل انه من مدها كثير، فهذا احنا بدنا طبيعي، معناته مقدار حركتين، المد فيه بس مقدار حركتين. فاذا علامته في لما تشوفي فاتح السور ما بتلاقي فوقه علامه مد. لا ما بتشوفي هاي المموجه فوق هذول الحروف، ليش؟ لاني ما حمدهم زياده، حمدهم فقط المد الطبيعي اللي هو حركتين. لانه اسم هجائهم حا يا طا ها را. مره ثانيه بركز انه هذه ليست زي ما هي مكتوبه باللغه العربيه، بتلاقيها باللغه العربيه حاء ياء وهكذا. احنا في القرآن لا يوجد همزه في هذه الحروف، يما حي طهر، وهذا المد ثابت في الوصل والوقف دائما، هذا ما له حالات، هو وثابت في الوقف والوصل. طيب هيك احنا خلصنا بالمدود الطبيعيه كلياتها. بدي استغل باقي الوقت، بديش ادخل في المد الفرعي، خليه ان شاء الله ليوم اخر، بحيث انه نخلص المد الفرعي مع بعضه، وإن شاء الله إن شاء الله إنه يكون لقاءنا الأخير المرة القادمة في المادة النظرية. بما إنه ضل معنا شوية وقت خلينا ناخذ نستغله بإنه نطبق من القرآن. هلا عشان نطبق من القرآن أنا بحب إن أجيب مدود كلمات، هجيب لكم حالات، وهستخدم البرنامج اللي مرة حكيت لكم عنه اللي هو مد العفن، برنامج إحصاء القرآن الكريم. بحب أستخدم هذا البرنامج لأنه عنده قدرة هائلة في البحث، واحدة من قدراته أنه يستطيع يفرق بين الحركة. يعني أنا بقدر أبحث عن حركة، بدي وين في شد في القرآن، بدور لي على كل الشدات، بدي وين في فتحة، وهي قدرته هائلة جدا في البحث، دقيق وهائل. خولة بتسأل هناك فرق بين اسم الحرف ونطقه وقراءته في القرآن؟ نعم، اسم هجاء الحرف، اسمه هجاء الحرف هو اسم اسمه هجاء الحرف هو اسم للحرف في اللغة العربية، هذا اسم الحرف. أما كيف نلفظه؟ نلفظه حا طا يا، هاي الكلمات اللي احنا ذكرناها. فنعم لفظه غير اسمه. اسمه مرات باللغة العربية بيكون فيه همزة، فهذا هو جوابك. هيك تمام؟ طيب فإذا هذه اسم هجاء الحروف ولا تلفظ هذه الحروف. يعني إحنا في اللغة العربية بنسميها إحنا بالطبيعة اللغة العربية بتاعتنا إنه إحنا من اللغات التي تستخدم لفظ الحرف. فلما أكتب كتابة معناته أنا لفظت كاف ثم لفظت تاء ثم باء، هذه بنكون حط حروف عشان نلفظها أعرف لفظها. في بعض اللهجات أو اللغات مثل الصين كتبة ما إلها حروف ملزقة جنب بعض، وإنما صورة كاملة لكلمة، وهي الكلمة هيك اسمها. هاي لما اشوف هاي الصوره بعرف انه هاي كلمه كتبه. ففهمنا الفكره؟ فاحنا عندنا في اللغه العربيه احنا نلفظ الحرف، فحروفنا ملفوظه وليست رسومات. كيف الهيروغليفيه مثلا، اذا شفتي صقر معناتها كذا، واذا شفتي افعب معناتها كذا، واذا شفتي مسله معناتها كذا. هاي بنسميها اللغات اللي تستخدم صوره للكلمه، في صوره تدل على الكلمه، اما احنا لا، احنا نلفظ. لكن هاي خصوصية أسماء الهجاء، أسماء هجاء الحروف الموجودة، وهذا من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخدمها في القرآن. طبعا هي جاته بالوحي، ولكن عند العرب أميين أنه يعني يستخدموا ألف ولام وميم، يستخدم اسمها هجاء الحروف، هذا جزء من إعجاز هذه المواضع هذه الآيات. طيب السين شو مدها؟ إيش سؤالك؟ إيش السين مدها؟ خلينا نحاول بس تاني، شو سين مدها يعني؟ تقصدين السين الموجودة في مفاتح السور؟ حنحكي عنها المرة القادمة. إحنا حددنا بس اليوم الثلاث الحروف اللي هي حي طهر. السين شو مدها؟ حنحكي عنه المرة الجاية.
شو أنواع مدود الباقي أسماء الهجاء الموجودة في الواقع السوري؟ طيب خليني بس نطبقها على شغلة. أنا بس بدي أورجيكم على شغلة. شوفوا هذا البرنامج كيف إنه أنا بستطيع أحط ضمة ضمة وبدي وراها واو. بدي أشوف وين في ضمات وراها واو. هاي الناتج عندي. طيب تفضلي يا منى. تفضلي يا منى. خلينا نطبق. شو شايفين في ضمة وراها بعدها واو؟ الضاد هنا مضمومة وبعديها واو معراء، فمعنى كده ان دي حرف مد. دلوقتي انا لو هوقفها هيكون مد طبيعي حركتين هتتنطق غير المغضوب عليه. خلينا نرجع للشجرة اللي احنا حكينا، احنا قاعدين نقسم انواع المدود واسماء المدود. هاي اي مد فيهم؟ حرفي ولا ده مد طبيعي كلمي لاني موجود في كلمة. متفقين كلمة ممتاز. هاي عندنا اكثر من مد. هي أكثر من مد، كلهم حروف مد زي الواو زي المغضوبة اللي قبل شوي. بس هاي من أي مد؟ أول شيء أعطيني كلمة ولا حرفي، أعطيني يا طبيعي ولا مش طبيعي، وأعطيني يا ثابت ثبوته هل له علاقة بالوس الوقف أو لا. هو أولا ده مد طبيعي كلمي لأنه موجود في كلمة واحدة، هو مد طبيعي ثابت، ما هو كلمة يؤمن إيه؟ متى يثبت هون المد؟ المد والله حال الوقف والوصل، انا وانا بقراها يؤمنون. حال الوقف شو بده يصير فيها؟ كلهم لاحظي انهم الحرف القبل الاخير شو حيدخل؟ ايوه حال الوقف هيبقى مد عارض للسكون 2 4 6، حال الوصل هيبقى مد في حرفين. اسمه تغير، لاحظي اسمه بالوقف تغير. صح الوقف العارض للسكون واحد من وجوهه اثنين، لكن اسمه مش مد طبيعي، بطل مد طبيعي، صار اسمه مد عارض. تمام. طيب يلا بلشنا نفهم التقسيمات هاي. يلا خليني بعدها. يؤمنون زي اللي قبل شوي قلنا هاي مد عارض للسكون بالوقف، اما هي عند الوصل ستكون مدا طبيعيا. يوقن طبيعي. يلا يوقن ده برضو مد كلمي ثابت حال الوقف. حال الوقف لو انا هقف على الثانيه الواو الثانيه يوقنون ليها الواو الاولى ثابته وقفا ووصلا، ثابته وقف حركتين. مادي ليس في القبل الاخير، ليس قبل أيوة. الاخير معناته انا برتاح له. انا مرتاحه له لما يكون ما قبل الاخير. تمام. قبل الاخير ولا يكون اخير، لانه بعض الاخيرات شو بصير فيهم عند الوصل حنضطر نحذف الالتقاء ساكنين. فانا هذول حتى وان كان محذوفا، حتى وان كان محذوفا معلق حرف معلق حيريحوني هدول. اما هدول بدي افكر قبل الاخير والاخير. طب شو هذا قبل الاخير يكون وصلا؟ ووصلا لو انا وصلتها لقبل الاخير دي هتكون مد طبيعي حركتي، وانا وقفت عليها تبقى 2 4 6 تغير اسمها. ممتاز. طيب تمام. واولئك بس خليني اورجيكي كيف حتكون مرسومه بالقران، حتكون مرسومه كذا هيك. يلا شو رايك بهدول؟ دي مد متصل اللي هو الالف الخنجريه اللي بعد اللام، لان الالف ما بحكي على الالف، انا بحكي عن اول على او. اولئك دي مد كلمي طبيعي حركتين. طيب. هي ساكنه قبلها. طيب شو الشرط اللي اختل عنا وعلى اساسه حقول لك انه ليس مد طبيعي؟ الشرط اللي اختل انت لما سمتيها كده، لكن هي مش موجوده، فهي فما فيش مد. مش هقول اولئك، لا انا ما بقولش الفاظ، لا الفاظها. ايوه ليش؟ شو اللي قال لي ما اللي خلاني احكي انها ما تلفظ مرسومه؟ وينها مجانس لها؟ ضبط. طب شو اللي خلاني ما الفظها؟ الضبط. شو قالت لي الضبط؟ اذا هو ليس حرف معرى صح؟ مش اتفقنا حرف المد يجب ان يكون معرى في المصدر؟ معرى هون هل في علامه معرى؟ لا، انما علامه ضبط انه هذا حرف اللي بالمتوسطه فقط وما اخذوا متقدمه حتاخذوا من المتقدمه. اذا في الدائره هاي المستداره موجوده زي كلمه قوارير الموضع الثاني اللي هي بتبقى قاعده زياده، هي لا هي لا تلفظ، هي قاعده زياده. نعم قاعده زياده. فهذا الحرف ليس مدي مع ان البرنامج طلع لي اياه. طيب اذا معناته هو صورته ولكن ليس مدي، ليس حرف اصلا. هذا حرف. شفتوا كيف جمال هذا الموضوع انه لما تبحثي
تتعرف على كل الحالات بتاعت الهاء. طيب مفلحون، المفلحون دي مد طبيعي كلمي، حال الوقف هتكون مد طبيعي كلمي حركتين، حال الوصف هتكون مد طبيعي حركتين، حال الوقف هتكون مد عارض للسكون 2 4 6. تغير اسمها، ممتاز. طيب أولئك، هاي الألف الخنجرية الصغيرة شكلها. دي هتكون مد متصل، لأن ألف اتبعته همزة، بيكون 4 5. طيب إذا ضيفوا على الشروط، ارجعوا للكتاب، افتحوا الكتاب هون، بس نضيفوا عليها الموجود هي، بس نرجع نحطوا عليها دائرة للتأكيد. لما إجينا حكينا إنه لا يليها همزة، إذا هذا المد الطبيعي، خليني بس أرجعكم هون، ارجعوا اكتبوها في الكتاب اللي فاتحين الكتاب معي. يليه همزة أو سكون موجود في كلمة ثابت مكتوب وصلا وكذا وكذا كذا، ضيفي هون كلمة وليس بعده همز أو سكون. هي مكتوبة قدام في الكتاب قدام. أنا عارفة موجودة بأول الوحدة، بس ارجع اكتبيها هون. ارجع اكتبيها هون. أنا عارفة في المد المتصل. لأن حتروح لمد آخر. حتروح لمد آخر إذا كان بعدها همزة أو سكون. مرة ثانية. إن أنا كنا عم نعطي أمثلة من موجودة في برنامج إحصاء القرآن الكريم، هذا البرنامج. ويجينا على الألف الخنجرية. قلنا الشروط انها تكون حرف مد، انها تكون معره وما قبلها مجانس لها، صح؟ تحقق هذا الشيء، لكن بعده همزه. فعشان هيك ما تنسوها، ارجعوا في الكتاب، هلا ارجعوا للكتاب اكتبوها مره ثانيه. انا عارفه موجود باول الكتاب لما عرف المد الحرف، لما عرف المد، لكن ارجعوا اكتبوه هون مره ثانيه. هو ما كان حرف ثابت مدا وصلا وقفا ونقطا نحو الالف والياء والكذا وليس بعده همز او سكون. ثبتوها هاي الجمله، ارجعوا ضيفوها. طيب يا نرجع نكمل لبرنامج الإحصاء القرآن الكريم، بس أكدم المايكات الله يرضى عليكم من هميته. طيب كمل، نيجي للكلمة بعد. ومن الناس ما يقول قلوبهم، على قلوبهم، على قلوبهم، ده مد طبيعي ثابت وصلا ولفظا. وطلا هو مد طبيعي حركتين، وقفا هيتغير وبيبقى له اسم تاني اللي هو مد عارض للسكون 2 4 6. لا هنا هل في هو قبل الاخير ولا في حروف؟ لا صح، هو مش قبل الاخير. صح. هنرجع ثابت وصلا ووقفا. صح، وصلا ووقفا. تمام. طيب على، وعلى سمعهم، ده مد طبيعي. هو شيء حرف مد ولا لا؟ ده حرف مد، يعني هو انا بلفظه، لكن هي قاعده زياده، وهو ده بيكون تبع زياده، ليس قاعده زياده، هو مرسوم فوق ياء، فوقها مش محطوط على جنب او شيء. تمام. طيب انا بلفظه، لكن هو مش مكتوب، يعني مش هو مرسوم، لكن مش زي الرسم العثماني، مش مرسوم زي اللام. زي العين. في الكتاب حكى لك حتى لو كان محذوفا. لاحظي هون، نرجع للكتاب عشان اقارن لك بالكتاب. لاحظي هون شو كتب لك، ثابت وصلا وقفا، هذا لفظا طبعا، نحو الياء. طيب ممكن ان يكون ثابتا في الرسم او محذوفا، فهي محذوف. ده محذوفا، هو محذوف، هو مرسوم فوق ياء في ابدال. هي قاعده. طب هل هو ثابت وصلا وقفا؟ خلينا نفرق بين هاي وهاي مره ثانيه. انا حضلل لك هاي فالوضع هيتغير. هاي ثابته امتى؟ هاي الاولانيه بعد، فده ثابت وصلا ووقفا، وثابت وصلا وقفا. الثانيه أنا بحكي عن مد طبيعي الآن فقط. هي الثانية هتختلف حال الوصل. أيوة، مش ثابتة وصلاً ولكن فقط. هي حال الوصل هتختلف، لكن حال الوقف هو ثابت. فهي مد طبيعي كلمي حال الوقف فقط. الوقف علي. هاي اللي ما قلت لكم إنه لم لا يليها همزة أو ساكن. فانتبهوا، ساكن وراها همزه وساكن، لكن انها معره. نعم معره، ما قبلها مجانس لها، مجانس لها، ولم يليها همزه او ساكن، فاذا هاي تثبت بالوصل، راحت لمدود اخرى، بس بالوقف تثبت.
طيب أبصارهم، شايفين الألف السفنجرية الصغيرة هاي؟ اه ده برضو مد طبيعي، هي محذوفة رسما لكن احنا بنلفظها وقبليها مفتوح، فهي بتكون مد طبيعي حرفين، حال الوصل أنا وحال صار الوقت، وقفاً؟ هي حرفين طيب مد تمام، طبيعي حرفين حرفين. كلمة غشاوة الألف الخنجرية. الألف الخنجرية هي برضو مرسومة يعني ثابتة لفظا محذوفة رسما، هو مد طبيعي كلمة في كلمة واحدة، دي حال الوقف والوصل، هو برضو مد طبيعي حرفين. ممتاز. الواو الواو في غشاوة، غشاء، غشاوة لا الواو دي متحركة مش ساكنة علشان أعملها على إنها هي ليست عليها حافية حرف، حرف معرة، دي محركة.